إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. خذ الإسلام أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لم يتبقى إلا أيام ويقدم علينا ضيف عزيز، إنه شهر رمضان، شهر فيه مغفرة الذنوب وفيه عطايا من الله تبارك وتعالى، يختص الله تبارك وتعالى فيه بعض عباده لكي يكونوا من أهل ليلة القدر. أبواب الجنة تفتح وأبواب النار تغلق، وتصفد مرضة الجن الشياطين، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولله في كل ليلة من ليالي رمضان عتقاء من النار. لا بد أن تعلم شرف الزمان الذي تعيش فيه، فأيام ربنا سبحانه وتعالى جعل فيها ربنا نفحات، ألا فتعرضوا لها. هذه النفحات بعد أيام، لابد أن يستعد كل امرئ منا لهذه الأيام المباركات. هناك في هذه الأيام لابد أن يحدث تكافل بين أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فالإسلام دين التكافل، تكافل اجتماعي. في هذه الأيام المباركات في رمضان خير كثير من أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم يخرجون فيه إما زكاة أموالهم، وإما أن يخرجون فيه صدقات. الأمر فيه خير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم كثير وكثير. في هذه الأيام اللي هي أيام شهر رمضان وقبل شهر رمضان، في هذه الأيام بيكثر الخير بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا من التكافل الذي نتحدث عنه اليوم من أجل أن تعلم مقدار هذا التكافل وأجره بين يدي الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لما هاجر المهاجرون إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم تركوا أموالهم وأراضيهم وكل ما يملكون من المال. كان الواحد من المهاجرين لما يأتي يهاجر من مكة كانوا يساومونه في مكة: عايز تلحق بمحمد؟ نعم، سيب كل شيء. وكانوا يبيعون هذا، يتركوه لله سبحانه وتعالى من أجل أن يلحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. فلما أتى المهاجرون كثر موجودين عدد، طب هيعيشوا إزاي ويأكلوا إزاي ويسكنوا فين وفين أراضيهم وكذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل مؤاخاة في أحلك اللحظات. تجد الإسلام في أمور في مؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، حدث مؤاخاة، والمؤاخاة دي في بدايتها
كان لما واحد من الأمصار يموت المهاجر كان يرث فيه، ثم بعد ذلك نسخ هذا الأمر بعد ما المهاجرين فتح الله عليهم وما عندهم من الأموال. وكان الواحد من الأمصار يصل إليه الأمر أنه يقسم المال بتاعه بينه وبين أخوه من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم لما أخى الفلان أخو فلان وفلان أخو فلان عدهم النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بأسمائهم. من أجل ماذا؟ في ظروف تمر بهؤلاء المهاجرين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل إخوانهم تكافل، تكافل اجتماعي. هذا ما يجب أن يكون بين أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. تجد الإسلام يشرع أموراً كثيرة فيها تكافل، أولها وعلى رأسها الزكاة، زكاة مال، زكاة زروع، أي حاجة. ويخدم علينا موسم القمح في رمضان، في بداية رمضان يبدأ الناس في جني القمح، ففي زكاة، وزكاة مال، وزكاة ذهب، وزكاة عروض تجارة. كتير من هذه الأمور تجدها الناس يجعلونها في رمضان، يعمل حسابه عنده محل أو عنده شيء أو عنده مال يعمل الزكاة بتاعته علشان يخرجها في رمضان. السؤال، هل الزكاة إن هو يسيبها رمضان فقط في أجر فيها أعلى من إن هو يطلعها في غير رمضان؟ لا. يعني في ناس كتير بتضع الأمر ده في رأسها، نقول لك أنا أفضل حاجة إن أنا الزكاة بتاعت مالي أسيبها في رمضان. هل الأمر ده فيه علو في الأجر بتاعه؟ لا، لم يرد شيء في هذا الأمر. فانتجد الزكاة وتجد الصدقات. الصدقة، الصدقة هي النافلة بخلاف الزكاة، هي الفريضة، مفروض عليك أن أنت تطلع زكاة مال، زكاة الزروع، زكاة عروض التجارة، زكاة الذهب والفضة، تطلع زكاة فطر في رمضان، هذه زكوات. صدقة نافلة، أنت بتتصدق، بتخرج من مالك طواعية منك من أجل أن يرضى الله تبارك وتعالى عنك. والله تبارك وتعالى لما قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، مش إن أنت بشطرتك ولا إن أنت في أمور أنت بتعملها بتأتي بتكسب المال ده، إنما هو بتوفيق الله تبارك وتعالى. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، لأن المال الذي أملكه وتملكه أنت بكل ما على هذه الأرض من أرض وبيوت وفلوس وكلها راجع إلى الله تبارك وتعالى، إنه ميراث، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. كل راجع إلى الله تبارك وتعالى وترك المال وراء. تجد أمور في الإسلام عقيقة يشرعها الله تبارك وتعالى علشان تكون تكافل اجتماعي. كل هذه الأمور من أضحية، من نذور، واحد نذر قال أنا لو حدث كذا هعمل، هذبح خروف، هذبح عجل، هعمل كذا، كل هذا واجب أن هو يعمله، وكل ده أيضا من التكافل. الكفارات، واحد يكفر عن يمينه بيطعم 10 مساكين، إنسان مش قادر أن هو يصوم في رمضان ومريض لا يرجى برؤه، يعني مش هيروح، مرض سكر، مرض ضغط، مرض قلب، والطبيب قال له افطر، في الحالة دي بيطلع كفارة إطعام عن كل يوم. طب لما يطلع الكفارة دي هيديها لواحد مسكين، مسكين. شوف الإسلام في عظمته وفي تجليه، في تكافل اجتماعي بين أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. يفضل المسلمون سهرين وينظروا إلى هذا العضو المسلم إلى أن يرتفع. لو أخرج الناس زكاة أموالهم لم يبقى فقير بين المسلمين. هذا الأمر فرض، يعني فرض اللي هي الزكاة، يعني جنة ونار والعياذ بالله. أول ما يحسب العبد عليه يوم القيامة الصلاة، أول حاجة فرض، وبعدها الزكاة، وبعدها الصيام، وبعدها الحج، الفرائض. سقط في أي فرض من دي اليجار والعياذ بالله يلقى في النار، شنو عذب؟ من أجل أنه ترك ما فرضه الله تبارك وتعالى.
دي فرائض مفيش فيها أي هزار ولا ينفع فيها أي أعذار لا تجذي. ما ينفعش من نفسك تيجي في رمضان وتقول أنا ما أقدرش أن أنا أصوم علشان أنا عندي السكر. طب هل كل مرض سكر يسبب أن الإنسان ده ما يقدرش أنه يصوم؟ لا، الطبيب هو اللي يفديك. الطبيب اللي بتعالج عنده تقول له يا دكتور أنا ينفع بحالتي دي وبوضعي ده والعلاج بتاعي وتنظيمه أنا ينفع أن أنا أصوم ولا لا؟ مش الشيخ اللي يفديك. ده مرض لا يرجى برؤه بالطبيب، مش الشيخ اللي يقول لك أنت لا يرجى برؤك. فكل واحد عنده أمر من هذا يجب أنه في خلال الأسبوع ده أنه يتواصل مع الطبيب بتاعه وينظم له العلاج بتاعه علشان ما يفضلش على نفس المنوال ويتعب فيقول أنا ما أقدرش أن أنا أصوم ويفطر، ويكون هو بين يدي الله سبحانه وتعالى مقصر في أمور أنه ما سألش. الإسلام أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلم ولا يخذله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مبادئ في التكافل: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ويقول صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. الأجر بتاعه عظيم كمجاهد شايل سلاحه وبيقاتل، أو زي واحد صايم طول النهار وقائم طول الليل يصلي لله سبحانه وتعالى أجر. والنبي صلى الله عليه وسلم أعلى الأمر فقال: أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، وأشار بالسبابة والوسطى الصبعين دولا، دلالة على القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا يجب أن تضع في رأسك جيدا أنك تكفل اليتيم ولو بقدر يسير، أمر في غاية العلو، وأبواب من أبواب الجنة، وأمور وأحاديث تقول أنك لو كفلت يتيم مخلصاً لله وأنك تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى فإنك تكون بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعنى الحديث أنك عندما تكون في جوار رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت في أعلى درجات الجنة، في أعلى درجات الجنة التي هي الفردوس الأعلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمور في الإسلام بخلاف الصلاة وبخلاف الصيام وبخلاف الزكاة والفرائض أبواب توصلك إلى جنة الله تبارك وتعالى من أكثر الطرق بجوار الصلاة والصيام والزكاة، ولكنها تجعلك قريبا في درجات الجنة من رسول الله، لأن درجات الجنة 100 درجة، ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض، زي من السماء للأرض كده، دي المسافة بين الدرجة والدرجة في الجنة. فأنت عندما تكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بماذا؟ بمال يتبقى لك، مالك ما أنفقته، ومال ورثتك ما أبقيته. أي فلوس أنت بتخرجها في سبيل الله من أي الأموال حتى لو شيء قليل جدا أنت مخلص لله وما أنتش مرائي فيه، ده المال اللي تفضل لك من فلوسك. يعني إيه تفضل لي من الفلوس؟ يعني أنا لما أموت وأروح إلى قبري أجد العمل ده هو الرجل حسن الثياب حسن المظهر طيب الرائحة الوجه الذي لا يأتي إلا بخير، ده العمل اللي ذكر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. طب مال الورثة اللي فضل اللي انت حوشته وسبته وقعدت تلم فيه وتكنز فيه من أجل ماذا؟ من أجل الورثة، ده اللي تفضل، لأن مفيش حد أبداً بيموت وبياخد معاه حاجة من الدنيا أبداً حتى لو هو معاه أغنى واحد على وجه الأرض، إنما لا يخرج منها إلا بكفن ويوضع في قبر وانتهى الأمر. طب كل اللي جمعوا ده بقى
من حلال كان أو من حرام، ده فضل للورثة، علشان ده يكون ورثة لفلان، وبعد كده الورثة يورثهم إلى أن يصلوا إلى الله تبارك وتعالى، والله يرث الأرض ومن عليها. إنما الميراث فين؟ في الفردوس، في الجنة. قال الله تبارك وتعالى: أولئك هم الوارثون. ده الميراث، ده الميراث لأي واحد يموت، ده ميراثه. فين؟ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أنت تنظر إلى هذا، إنما في الدنيا أنت كل اللي أنت بتجمعه لو ما طهرتوش بزكاتك وطلعت صدقات علشان ربنا سبحانه وتعالى يعليك في درجات الجنة، وسعيت كده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى ان انت تكفو المسكين او تكفو اليتيم او أرملة، وتبعث لها ولو بالقليل على حسب، على حسب الطاقة. واعلموا أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن الإنفاق، الإنفاق لا يكون إلا بفضول الأموال. يعني انت لما تجب عليك الزكاة انت بتكون قادر على ان تخرج الزكاة دي، بمعنى تجد في زكاة المال او في زكاة الزروع والثمار او في زكاة عروض التجارة محل، يجب ان المحل ده يكون في بضاعة الان تفوق 70,000 جنيه. فمعنى ان انت اقل من 70 أو 60 دولار مش هيكون عليه زكاة. شوف الإسلام يضع لك نصاب، علشان إن أنت لما يكون عندك النصاب ده معناه إن أنت قادر ومعك فلوس. لما تيجي تخرج زكاة مالك هناك نصاب، نصاب لهذه الزكاة، زكاة الزروع لازم يكون ما يقرب من 500 كيلو، بين 400 وبين 500. ان انت في الحاله دي لو انت جالك وجنيت شيء يقرب من 500-600 كيلو، هذه انت في الحاله دي قادر على اخراج الزكاه. تحت كده لا. ده في العروض التجاره في محلات معاك مال، مال متوفر مش اكلك. الاسلام لا يكلف الله نفسا الا وسعها، ما قالكش خرج من قوتك وقوت عيالك وطلع منها الزكاه، إنما قال لك فضول الأموال. أنا معايا مال فائض على حاجتي، ده قال لك تصدق منه. لو أنت عايز تتصدق، تتصدق من فضول الأموال. إنما ما جيش معايا فلوس في جيبي وما فيش فيها اللي إني دي اللي هاكل بها واشرب بها واروح أتصدق بها، ده مكروه ويصل إلى الحرام. إن واحد النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. إن هو مبقاش عنده اتزان، اتزان في الأمر، إنه ما يعرفش إن دي فلوس هياكل بها عياله، هل يروح ينفقها؟ يروح يتصدق بها؟ ما نتكلمش عن زكاة. الزكاة دي لما تصل لنصاب وتكون هيكون عندك الاقتدار، لأن ربنا سبحانه وتعالى جعل الشروط على المقتدر، على الإنسان اللي يكون عنده استطاعة ويكون جاي له الدخل ده. إنما في الصدقة، الصدقة لا تكون إلا بفضول الأموال، وده أمر مهم، لأن ممكن الآن أنت تسمعني فتقول أنا النهاردة يدوبك أنت عايش، هل أنت لازم أن أنت تتصدق؟ لا، الصدقة لا تكون إلا بفضول الأموال. النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه أناس في صحيح الإمام مسلم، جمل النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور. ذهب أهل الأموال، الناس اللي معاه فلوس، الدثور دي يعني اللي معاهم فلوس، بالأجور، أخذوا كل حاجة. قالوا: يصلون كما نصلي، هو بيدخل يصلي جنبك يعني بياخد أجر الصلاة، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون بفضول أموالهم، ويتصدقون بفضول أموالهم، معهم أموال زائدة فبيتصدقوا فيها أو بها. النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهم، قال لهم: قد جعل الله، الناس دي بتشتكي لأن مفيش معاها،
وده يمكن يكون حال كثير مفيش موجود معاه، يا دوبك هو عايش. طيب الناس اللي معاه فلوس هل هم بالفعل أخذوا الأجر كله؟ هل عندما يقال بيبنى مسجد تجد واقف أول صف خد فلوس كذا، بيكفل 100 يتيم في الشهر، بيفعل كذا كذا، بيدفع، هل أنت مفيش معايا؟ الإسلام جعل لك بقى. قال صلى الله عليه وسلم بعد ما سمع لهم هذا الأمر، وخلي بالك الأمر ده مش حسد، لما جم يقولوا للنبي كده ما قالوش على سبيل ان هم يحسدوهم، لا، في فرق بين الحسد وفرق بين الغبطة، دي غبطة، يعني هو بيتمنى ان هو كان يبقى عنده فلوس فيبقى زي اللي معهم الفلوس دي ويتصدق زيهم ويكون في أبواب الخير. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قالوا له ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم، قال صلى الله عليه وسلم قد جعل الله لكم ما تصدقون. إيه هو؟ للناس اللي مش معاها. قال صلى الله عليه وسلم إن بكل تكبيرة صدقة. لما تقول الله أكبر أنت كده خدت صدقة، كأنك أخذت أجرها، معنى كلمة صدقة يعني كأجر الصدقة. إن بكل تحميدة صدقة، إن بكل تكبيرة صدقة، إن بكل تهليل، يعني قول لا إله إلا الله، التهليل هو قول لا إله إلا الله، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة، يعني في جماع الرجل لامرأته في الحلال ابتغاء ان هو يبعده عن الحرام صدقة، كأجر صدقة. الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ تعجبوا، يعني رجل يجمع زوجته ويكون له أجر فيها؟ قال نعم، لو وضعها في الحرام. النبي يرد عليهم لو راح زنا أكان عليه وذر؟ قالوا نعم. قال فكذلك لو وضعها في الحلال كان له أجر. ده يدلك على إن الله تبارك وتعالى جعل لنا من أمور الدنيا الحياتية التي لا تعارض عبادة الله، عشان نصحح مقولة العمل العبادة وفقط، لا، العمل عبادة إذا لم تخالف العبادة ولم يتعد على العبادة. فانت بتجتهد طالع من بيتك الصبح، نيتك ان انت طالع علشان ترجع بيوتك وعيالك وتجتهد وبتسعى في الدنيا طلبا لرزق الله، وربنا سبحانه وتعالى يكتب لك من الصدقات والاجور ما لا يعلمه الا الله. والاجور كلها دي اللي بنتكلم عليها وفي الاحاديث كلها غير محدده، مبهمه، محدش يقول الصلاة بتساوي 10 حسنات ولا الزكاة دي بتساوي 100 حسنة، مفيش، إنما هذه الأجور بين يدي الله سبحانه وتعالى، صيام، حج، غيره من الأعمال. الله تبارك وتعالى يحاسبك على مقدار النية بتاعتك، فتجد أن الأعمال الحياتية تأخذ عليها أجر وتأخذ عليها صدقة. فشوف سعة رحمة الله تبارك وتعالى بمن؟ المقتدر بيتصدق من فضل المال اللي معاه. طب غير المقتدر، كل ما يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وذكر لله سبحانه وتعالى بيأخذ عليه صدقات. هذه من سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، حتى لا يكون في قلب الفقير حسداً على الغني، ما تظنش هذا أبداً، ولكن اعلم أن هناك أبواب في صحيح الإسلام جعلت لك مخرجاً وجعلت لك من الأجر والثواب ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. هذا تكافل بين أبناء أمة محمد صلى الله عليه وسلم في زكاة وغيرها من صدقات وأضحية وزكاة فطر وغيرها من الأمور. آخر أمر، زكاة المال أو زكاة الزروع، أي زكاة من الزكوات
يجب أن تصل إلى مستحقيها. الزكاة فيها شقين، شق حضرتك أنت بتخرجه علشان ربنا سبحانه وتعالى قال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. الأمر الثاني وده مهم علشان تكمل الفريضة تكملها صح، ولما تقف بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى ما يكونش الحد حق عندك، لأن فيه كما قال الله تبارك وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يعني في حق للسائل والمحروم الفقراء والمساكين. السؤال، الزكاة كزكاة في مصارفها ربنا تبارك وتعالى حددها، طب في الصدقات لم تحدد، يعني الصدقات أوسع، إنما الزكاة اللي هي الفريضة ربنا تبارك وتعالى حددها قال لك المصارف بتاعتها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي سبيل الله وابن السبيل وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، حدد لك الثمن أصناف وقال لك إن دول المصارف. طيب إحنا بننتقل من مصرف لمصرف منهم من المصارف دي، لما نخلص الأولاني هل إحنا الآن خلصنا الفقراء والمساكين؟ لا. هل إحنا النهاردة نجيب زكاة الأموال بتاعتنا ونضعها في أي شيء غير الفقراء والمساكين؟ لا. الفقراء والمساكين الآن أولى، لأن هناك بعض الناس يمكن أن يخرج من زكاة ماله ويخرجها في مصارف، المصارف دي غير مهمة الآن، لما تيجي في توقيت الناس ان في مثلا الفقراء والمساكين الامر فيه كفاء اكتفاء يعني مؤقت، حتى نقدر دلوقتي ان احنا نقول ما يجراش حاجه خرج للمصرف الفلاني لبنايه حتى مسجد لاي شيء، انما النهارده على سبيل المثال انا في بنايه المسجد كمسجد انا احط في زكاه المال ولا اكل الفقير والمسكين؟ ده المقصد. كل وقت له حكمه، وكل مكان له ضرورته، وكل مكان له الفتوى بتاعته بتختلف عن المكان الآخر. أرجو أن يصل الأمر إلى مستحقين من الزكوات اللي تخرج إلى الفقير والمسكين، لأن الفقراء والمساكين يقفون يوم القيامة من أجل أن يأخذوا حقهم. ولما يقول الله تبارك وتعالى للفقراء والمساكين، مش فقير واحد ولا اثنين، ما تروحش تطلع الزكاة وتقسمها على اثنين أو ثلاثة، لا، وسع الأمر. الناس الفقراء والمساكين كتير ومحتاجين كتير، فلا تقف بين يدي الله سبحانه وتعالى وتجد ده له حق، لما تلاقي له حق هتعمل إيه؟ هياخده من حسناتك ومن سيئاتك. أمر في غاية الخطورة وأمر في غاية الأهمية، ما تقولش الفلوس المهم إن أنا طلعت الزكاة، لا، أمر خطأ. إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطوة القادمة هنبين بعض الأمور في أحكام الصيام علشان الأمر يتضح لدى جميع، لدى الجميع سواء كان حامل ومرضع سواء كان مريض، هنرجع إن شاء الله الكلام إلى الخطوة القادمة. ولكن المهم اليوم التكافل، التكافل الاجتماعي والإحساس بالفقراء والمساكين، لأن هؤلاء إن لم تخرج لهم حق يشتكونك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وحينها لا ينفع نفس إيمانها لم تكن آمنت من قبل، حينها مش هتعرف تجيب الجنيه اللي هتدهوله ولا تجيب الرز اللي هتدهوله ولا تجيب الغلة ولا أي شيء، حينها ستندم. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. أسأل الله الكريم أن يخرجنا من دنيانا بلا إله إلا الله، اللهم أخرجنا من دنيانا موحدين في زمرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان.
اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين، اللهم يا كريم كما جمعتنا في هذا المسجد على طاعتك فاجمعنا جميعا في جنتك وأنت راض عنا من غير حساب ولا عقاب. اللهم يا كريم يا حليم اهد زوجاتنا وأبنائنا وبناتنا واجعلنا جميعا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين المهتدين يا رب العالمين. اللهم يا كريم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد نساء المسلمين، اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا كريم بلغ سلامنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، واجمعنا على حوضه فنسقى من يده شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، عافهم واعف عنهم، أكرم نزلهم ووسع مدخلهم، اغسلهم بالماء والثلج والبرد، نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.